أول جهاز استخدم للحساب كان هو أباكوس، اللي بالعربية هو العداد. تم الاختراع ديالو في بلاد ما بين النهرين حوالي 2500 قبل الميلاد. أباكوس كان عبارة عن عداد يدوي اللي كان كيساعد في إضافة وطرح الأعداد، وأيضا كان كيقدر يخزن النتيجة التالية المحصلة عليها، كيف ما كيدير الهارد درايف حاليا أو الكاليكاتريس حاليا. مثلا ملي كدير جوج زائد جوج كتساوي أربعة، في هذه الحالة يمكن لك ما تمسحش ديك الربعة وتخليها كتما تبقى عاقل عليها. لا داعي أنك تبقى عاقل عليها في عقلك، ولكن كيبقى الهاتف ديالك أو كاليكاتريس محتفظة بها. نفس الشيء كان كيدير الأباكوس. تم الاختراع ديال هذا الجهاز لأن الناس ولاو بزاف، وأيضا المواشي ولاو بزاف، وكان يصعب أنه يتم الإحصاء ديالهم أو الحساب ديالهم. كانوا بزاف ديال النماذج ديال العداد في ذاك الوقت، ولكن أجا لقي واحد النظرة على العداد الأصلي، على الأباكوس الأصلي اللي كانوا كيخدموا به. هنا مثلا عندنا واحد الصورة توضيحية، الخط التحتاني كيمثل الوحدات، يعني تما عندنا 10 ديال الوحدات، الخط الثاني كيمثل العشرات، الثالث المئات، والرابع الآلاف. مثلا إذا كان عندنا 3 ديال المواشي، في هذه الحالة باش تحسبوهم بالأباكوس غيطلب منا الأمر أننا نجرو 3 ديال الوحدات من الخط الأول، لأن كيمثلو الوحدات. إذا زدنا مثلا 4 ديال المواشي وحدين أخرين، غادي نضيفو إيش؟ نضيفو 4 من الوحدات. ولكن إلى ضفنا 5 وحدين أخرين، في هذه الحالة غادي نكونو فتنا واحد البيت، واحد القوة، أي واحد القوة، لأن كل خط فيهم كيمثل قوة معينة ديال 10. في هذه الحالة هذه غنرجعو الوحدات كلهم بلاصتهم، وغنجرو واحد القطعة من العشرات، وباش نكملو 12 غيخصنا نجرو جوج ديال القطع من الوحدات، وهكا كيكون الحساب صحيح وكيبقى مخزن في الأباكوس. فين ما كيتضاف شي حاجة وحدة أخرى كنوليو نضيفوه. هذا الأمر أو هذا العدد أكيد عاون الناس في الأرقام الكبيرة. مثلا إذا كان واحد عنده 1251 من المواشي، خاصو يسجلهم في هذا العداد. باش يسجلهم اش غيدير؟ غيجر واحد من الوحدات، 5 من العشرات، 2 من المئات، وواحد من الآلاف. وهكا معلاش أنه يعقل كل مرة، فين ما يزادلو شي ماشية أو شي شيء آخر بغا يضيفو كيضيفو إما الوحدات، إما إذا كان واحد كيضيفو الوحدات، كان 10 كيضيفو واحد من العشرات، كان 100 كيضيفو واحد من المئات، كان 1000 كيضيفو واحد من الآلاف. هذه سهلت بزاف الحساب، ولكن واخا هكا ما كافياش. من بعد مرور 4000 سنة تم اكتشاف واختراع آلات للحساب أكثر تقدما وأكثر دقة، مثل الأسطرلاب اللي عاون السفن أنهم يحسبوا خطوط العرض والطول. وأيضا تم اكتشاف واختراع ساعات كثيرة من أنواع مختلفة اللي عاونات في حساب الوقت ديال الشروق، الغروب، المد، الجزر، والوقت عامة. كل جهاز من هذه الأجهزة خلى الحياة سهلة وخلانا نديروا أشياء اللي كانت من قبل من الصعب جدا أن يقوم بها الإنسان. مثلا الحساب اللي كان صعب بزاف قدروا أنهم يتجاوزوه، مثلا كما قلنا بالأباكوس، بالأسطرلاب حاليا إلى آخره. هذا الشيء قدر أنه يخلي الحياة تكون سهلة، وقدر أيضا أنه يضخم قدراتنا العقلية أو قدراتهم العقلية عفوا. مثلا كيفاش انه يقدر يضخم قدراتهم العقلية؟ على سبيل المثال، الناس كانت تضيع الوقت بزاف في الحساب، بينما ملي جات هاد الأجهزة اللي شفناها بحال أسترلاب وأيضا أباكوس، ما بقاش الناس كتضيع الوقت انها تحسب وتعقل هذاك الشيء، بينما كتستغل ذلك الوقت انها تخترع أشياء جديدة اللي تقدر تسهل الحياة أكثر وأكثر. كما قال رائد الكمبيوتر الشهير تشارلز باباج، في كل زيادة للمعرفة، وكذلك أيضا اختراع كل أداة جديدة يختصر العمل البشري. المهم باش نرجع للموضوع ديالنا اللي هو كمبيوتر أو الحاسوب، لحد الآن رغم وجود الأجهزة هذه كلها ما كانش كيطلق عليها الاسم ديال الحاسوب، بينما كان أول استخدام مصطلح الكمبيوتر أو الحاسوب 1613 من طرف بريثويت، ولم تكن آلة بل كانت اسما لكتاب. لقد قال بريثويت: لقد قرأت أصدق كمبيوتر في تلك الأوقات وأفضل خبير حسابي على الإطلاق، ويختصر أيامك إلى عدد قصير. في ذاك الوقت كان المصطلح ديال الحاسوب كيطلق على الشخص اللي كيدير عملية الحساب، بعض الأحيان مساعدة الآلة وبعض الأحيان لا. استمر الأمر كذلك حتى بداية القرن 19 اللي بدأ فيه كيتحول معنى أو مصطلح اسم الحاسوب إلى آلة. ومن بين هذه الأجهزة اللي كان كيطلق عليهم اسم الحاسوب هو جهاز
ستيف بريكنر اللي تم بناء ديالو من طرف غوتفيرد ليبنز في سنة 1694. كان هذا الجهاز هذا كيحتوي على مجموعة من التورز أو مجموعة من الدوائر، وكل دائرة أو كل تورز كيحتوي على 10 أسنان اللي كيمثلوا بهم أرقام من 0 ل 9. كان في الحساب كتبقى ديك التورز أو الدائرة كتدور حتى كيوصل ل 9. فيما كيوصل واحد التورز ل 9 كيولي يضرب العكس، اللي كيضرب العكس كيدفع التورز الثاني أي الدائرة الثانية اللي فيها 10 أرقام بواحد السين اللي كتمثل 10 مثلا. كنحسبوا من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. من بعد 9 كيضرب تورس اخر ديال الدائره الثانيه باش كيتحسب تما 10 وكيولي يحسب من 1، بحال كيف ما شفنا مع الاباكوس. وفاش كنت كتجرى عمليه اخرى مثلا عمليه الطرح، كان داك السيستيم ديال تورس او ديال الدوائر كيخدموا بالعكس، يعني على عكس انهم الاضافه كيخدموا على اليمين، في الطرح كيخدموا على اليسار، يعني من الالاف المئات الوحدات الى اخره. ومع بعض اضافات اخرى على هذا الجهاز وبعض الحيل الميكانيكيه، قدروا انهم يوظفوا حتى الضرب والقسمه اللي هما اصلا مجموعه من العمليات ديال الطرح والاضافه مكثفه. ناخذ واحد المثال قصير، اذا بغينا مثلا نقسموا 17 على 4 او 17 على 3 مثلا، فهاد الحاله هذه شنو غنديروا؟ غنقصوا غناخذوا 5 من 17، يعني غنقصوا 5 من 17 غتبقى لنا 12، نوليو نقصوا 5 واحد اخرى تبقى لنا 7، نوليو نقصوا 5 واحد اخرى يبقى لنا 2. فهاد الحاله هذه شنو كنقولوا؟ كنقولوا بان 15 مقسومه على 3 اي فيها 3 ديال الخمسه، يعني هي 3 والمتبقي هو 2. هكا كنعرفوا بان عمليه القسمه ما هي الا عمليات طرح مكثفه اللي كتخلينا نحصلوا على واحد النتيجه معينه. نفس الشيء بالنسبه للضرب وعمليات اخرى، كلهم الاصل ديالهم هو الاضافه والطرح. لكن رغم كل هذا فان المشكل ديال الحساب بقى مستمر في ذاك العصر، لان هاد الالات هذو كلهم كانوا فيهم مشكل ديال الوقت. يعني مثلا تقدر تقوم بواحد العمليه تاخذ منك ساعه او ربما نهار كامل اذا كانت العمليه كبيره، اللي كانت كتطلب مثلا جذر مربع او كانت كتطلب مثلا عمليه ضرب كبيره، ربما تاخذ منك ساعات او ربما ايام. وايضا المشكل الثاني هو ان هذا الالات كان الثمن ديالها باهظ، ولهذا ما كانش متاحه للشعب كامل اي لجميع الناس، كانت متاحه فقط يعني للناس النخبه في المجتمع. ولهذا السبب كانت الناس كتجمع العمليات اللي كان كيتقام بالحساب ديالها من قبل في الجهاز في واحد الجدول كبير في واحد المجلد. ولهذا الا بغيت مثلا تقلب على الجدول التربيعي ديال 6,300,455 مثلا، فعوض ما تاخذ من ياخذ منك الجهاز ديال ستيف بريكنر ايام باش يحسبها، كتمشي كتقلب عليها في ذاك المجلد او في ذاك الكتاب الكبير اللي فيه جداول كبيره، ربما في دقيقه او اقل من ذلك. من بعد سنوات قليله الحوسبه ما بقاتش كتطبق فقط للحساب، لكن ولات كتطبق ايضا في حل مشاكل معقده. وكانت اول تجربه على اطلاق قذائف مدفعيه بدقه، والتي بحلول القرن 19 قدروا يتجاوزوا كيلومتر في القذفه الواحده، حيث ان الحوسبه ساعدت ايضا المستخدمين او المستعملين ديال المدفعيات بانشاء جداول النطاق اللي سمحت لهم بالبحث عن الظروف البيئيه الملائمه والمسافه المراد اطلاق القذائف منها.